أناشد دولة رئيس الوزراء والسيد رئيس مجلس المفوضين المحترم والسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى. أنا محمد فاضل الدريمي مرشح على الدار العاشرة تسلسل 26، حصلت بالانتخابات على 9087 صوت. هذا بس الأصوات العامة غير الخاصة، وبالدليل القاطع هاي الأشرطة وحدها ب 12 مركز حصلت على 7000 صوت. هذا بالدليل، وهاي الأصوات هاي الأشرطة اللي موجودة حصلت بها على 2087 صوت بالدليل القاطع. اليوم جردتنا هذن كلهم مجرودات، وعندي النتيجة هاي مال مراكز. تفاجئنا بإعلان النتائج أنهم مطيني 6495، وأنا المرشح الأول على الدائرة، أعلى أصوات حصلت بالدائرة العاشرة آني، وبعدي المرشح عن التيار الصدري حسام الساعدي حصل على 8366 صوت. اللي صار اللي حدث يا دولة رئيس الوزراء، يا سيد رئيس مجلس المفوضين المحترم، يا سيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، إنه مصادرة حقي وإرجاعي من المرشح الأول إلى الاحتياط، والذهاب بالمرشح عن التيار الصدري إلى المركز الأول واللي هو صدق بالواقع هو احتياط، ذهابه بالمرجع الثاني وآني بقيت احتياط وآني أعلى الأصوات. ناشدكم إنه ترجعون حق أهلنا بالدائرة العاشرة بالدليل القاطع. أنا مستعد أحضر أمام دولة رئيس الوزراء، وأحضر أمام رئيس مجلس المفوضين، وأحضر أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهاي الأشرطة اللي 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 تثبت هذا كلامي. هذا حق المواطن. الانتخابات جرت في، ومثل ما قطعت وعد للشعب العراقي ستجري انتخابات في نزاهة. أنا أسأل، عندي 4000 صوت وين راحت؟ أنا المرشح الفائز الأول يا دولة رئيس الوزراء. أناشدك أهلك بالراشدية والحسينية وحي البساتين الآن في حالة غضب، الآن في حالة غضب. اثبت لنا نزاهة الانتخابات، وأنا مستعد أثبت لك بالوثائق بالأشرطة اللي موجودة. أنا عندي 9087 صوت، وأنا أحضر أمام الجميع، وشكراً.